اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل مع بعض الفول المدمس في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه، طعم بيكون حلو قوي. فول بيكون عامل زي الزبده، تابعوا بس كل خطوه في الفيديو هتعتمدوا الطريقه ديت. انا معايا نص كيلو من الفول، نقيته كويس قوي، شلت منه اي حبايه سمرة، حبايه فاضيه، اي حبايه مش عجباني شلتها من الفول، وغسلته غسله حلوه قوي اكتر من مره عشان ما اطولش عليكم الفيديو. نص كيلو الفول دوت، اول حاجه هبدا اعملها هحط عليه ميه وانقعه، ميه عاديه مش سخنه، هنقعه لمدة يوم كامل. الفول زي ما انتوا شايفين انا نقعته، لو طلع اي حباية على الوش فاضية، حباية مش كويسة بشيلها. هو الفولة كلها كويسة اهي. الفول دوت بشتريه بقوله عايزة فول تدميس، هسيبه ليلة ليلة كاملة اللي هو يوم كامل يعني يتنقع ونكمل. بعد ما اتنقع الفول ولونه افتحه بقى جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، هبتدي دلوقتي نعمل احلى فول مدمس مع بعض. طبعا المية ديت من ساعة ما انا حطيتها ما غيرتهاش، هصفي المية من عليه ونكمل. صفيت المية من على الفول زي ما احنا شايفين، والفولة بنت اكتر، انها الفولة افتحت وبيضت وبقت جميلة اهي بالشكل دوت كده. هنبتدي دلوقتي احضر القدرة، القدرة العظيمة بتاعتي ديت جميلة قوي بحبها، وهحضر معلقتين من العدس وغسلاه كويس جدا ونقعيه اهو زي ما انتوا شايفين، ومعلقتين من الفول المدشوش برضو غسلاه كويس جدا ونقعيه. هو ما خدش الفول والعدس وقت كتير في النقع، العدس والفول. هبتدي دلوقتي احط الفول الجميل دوت في القدرة اهو بالشكل ده، النص كيلو كله هحطه، هي القدرة ديت بتاخد النص كيلو. اما انتوا لو عندكوا القدرة اكبر من كده وعايزين نعمل اكتر بنزود في الفول، او اصغر من كده مثلا بنقلل في الفول اهو. كده تمام. حطيت كل الفول اهو، بصوا جاي لغاية فين الفول في القدرة، لغاية يعني ايه النص هنا، لازم ما يبقاش الفول مالي قوي القدرة عشان لسه هيغلي وهيكتر في في القدرة. كده تمام، حطيت الفول، هنزل بالعدس. العدس بلاش نحطه الاول علشان لما الفول يستوي ويغلي كتير، العدس لما يتسلق ما يلزقش، عشان احنا ما يلزقش في القدرة من في الفوالة من تحت، لان احنا مش هنقلب الفول خالص ثم هو على النار، فحطيته من فوق. اما انا لو هقلبه ما كنتش هحط العدس والفول دلوقتي، كنت هستنى شوية عشان ما يشيتش من تحت. يبقى انا لو هقلب الفول ما احطش العدس ولا الفول دلوقتي، ولا الفول المدشوش دلوقتي، بستنى لما يغلي كذا غلوة وبعد كده بزود العدس والفول. انا علشان مش بقلب الفول فحطيته في الاخر علشان ما ينزلش في قاع القدرة ويشيت اهو. كده تمام، حطينا الفول، حطيت العدس، حطيت الفول المدشوش، هنزل بميه، الميه ديت عاديه مش سخنه. مملاش القدره ميه قوي علشان طبعا بيغلي ما يفرش. ومحضره طماطميه جميله كده اهي، فتحاها بس من جوه، بصوا مقطعاها اهي، اروح حطاها زي ما هي كده اهو، الفول والعدس فعلى الايه القدرة، بفتحها بالشكل ده وبحطها تبقى ايه على الوش.
او زي ما احنا شايفين حطيت الطماطمايه من فوق، وهنبتدي دلوقتي نسويه. شغلت النار على الفول العظيم دوت، والنار تكون عالية. اول لما اشغل على الفول النار تكون عالية لغاية لما يغلي، وطبعا بغطيه بس مش هغطي القدرة قوي، بص جنب كده علشان لما يغلي ما يفرش. اول لما يغلي هنشوف هنعمل ايه. تعالوا نشوف الفول اخباره ايه. بيغلي، بدل بيغلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، الغطا مش هسيبه كده بجنب، هقفل الغطا خالص عليه بدل غلي، ووطي النار زي الشمعة. نار هادية جدا، عارفين لما بنسوي الرز كده زي ما بنسوي الرز، ويمكن اقل كمان على نار هادية قوي. هيطلع معانا احلى فول مدمس. هو كده لسه مخلصش، هنسيبه على نار هادية لغاية لما يقرب على سوا، وبعد كده هقول لكم هنحط له ايه هيخلي لونه كهرمان وزي الزبدة، احلى من اللي بنشتريه بكتير. بعد كده مش هنشتري، على طول هنعمل احلى فول مدمس في بيتنا. هنسيبه يكمل سوا ونشوفه مع بعض. تعالوا نشوف الفول اخباره ايه. بص هو نقص كده من المية، كل لما ينقص بنزوده مية، بس مش مية ساقعة، مية تكون مغلية، مية غلياها وابتدي ازوده، وما زودش كتير برضو عشان ايه ما يفرش. اهو كده تمام، واغطي واسيبه يكمل تسوية. بعد 3 ساعات تعالوا نشوف الفول اخباره ايه، استوى، محتاج مية زي ما احنا شايفين، لونه جميل قوي ازاي، انا مقلبتوش خالص خالص. بص هو كده قرب يستوي، باين عليه. هبتدي دلوقتي نحط له اخر حاجه اللي انا قلت لكم عليها، هتخلي لونه زي الكهرمان بالظبط. هنحضر معلقه كبيره من الكركم اهي، هيخلي الكركم ده لونه حلو قوي. دي معلقه، بقيه المعلقه معلقه كبيره زي ما احنا شايفين. وهحط ميه سخنه، طبعا احنا بنحط على الفول ميه سخنه. اهو بالشكل ده، هقلب كده الكركم كويس جدا مع الميه. اتأكد انه داب بالشكل دوت، وهنبتدي ننزل على الفول، ولازم نحط على الفول مية تكون سخنة زي كده، يعني سخنة قوي مغلية، ما ينفعش نحط مية باردة. هنبتدي ننزل على الفول، هو قرب يستوي زي ما شفته. ونسيبه يكمل تسوية لغاية لما يستوي ويبقى زي الزبدة، ونشوفه سوا. وكده استوى معانا الفول، تعالوا نشوفه مع بعض. اهو بصوا الفول عاملة ازاي، جميل جميل جميل. اهو بصوا الجمال ده، احلى فول هنعمله في البيت. سيبنا من المعلقة، نجيب الكبشة كده، اهو بصوا الجمال. بصوا مستوي ايه، زبده زبده زبده، ولا لونه، بصوا اللون جميل قوي ازاي، حاجه كده تفتح النفس. بنحط طبعا عليه زيت حار او زيت زيتون وكمون وليمون وكمان طحينه لو حابين، وبالف هنا وشفا.
له شوية زيت. زيت الزيتون دوت اهو. بصوا الجمال، بصوا عامل ازاي، احلى فول هتعملوه في البيت. هحط له كمون وملح وليمون وبألف هنا وشفا. الطبق ده انا اللي هاكله طبعا، واقلبه كده، واحط ايه شوية زيت كمان وخلاص، مش محتاج طحينة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتكم على اليوتيوب. اقول لكم سلام، وانتظروا مني فيديو جديد.